النهاردة كلنا رسمنا الرسمة دي، الأربع ولاد دول رسموا كل واحد الرسمة دي لوحدهم، السمكة دي زي ما احنا شايفينها في الفيديو. أول بنوتة دارين، لا ما أنا حافظة اسمها. الثانية ملك، يعني مين أحسن واحدة فيهم؟ ثواني يا عمر. الثالثة إيلين، الرابع مروان. ارفعي يا مروان شوية، ارفعي الاسكت شوية، أيوه كده. هما الأربعة كل واحد فيهم، ضموا بعض شوية، هما الأربعة كل واحد فيهم رسمها. كان في حاجات بسيطة ظبطتها معاهم كده، كان في حاجات ظبطتها معاهم. ثواني يا مروان يا عمر، وكلنا عملناها. الأسبوع الجاي بقى اللي أنا طالباه منكم إيه؟ الأسبوع الجاي زي النهاردة يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله، هشوف الرسمة دي كل واحد فيكم هيحبرها براحته. أهي إحنا شايفين فيها حاجات جواها، هي داخلة في لونين، كل واحد بقى اللي عايز يحبر بالاسود، عايز يحبر بالاحمر، عايز يحبر بالازرق، براحتكم. المهم النهارده انا ساعدتكم، النهارده كل واحد فيكم انا ساعدته، اللي مش مظبوط له خط، اللي مش عارف يعمل الديل، العين، الرجل، كده، ظبطتكم صح؟ المرة دي الاسبوع الجاي هتيجوا كل واحد فيكم هشوفه عمل ايه، وانتوا الاربعة هتقفوا كده، انتوا الاربعة زي ما انتوا كده، ضموا على بعض شوية، ضموا على بعض شوية، عشان اشوف مين احلى واحد فيكم عمل الرسمه حلوه قوي، حبرها حلو. تمام، هنحبرها تبقى حلوه قوي في التحبير. مالكم مصدومين كده ليه؟ مالكم؟ انا كنت عايزه الون، انا عايزه احبرها، انا عايزه احبرها والونها، هما الاثنين مع بعض. وانت يا ابني هنشتغل تحبير، هنحبر وننقط. تمام، لا مفيش الوان، هنحبر اكتر حد هيحبر. هنعمله حاجه حلوه. ماشي ماشي. وبعد اسبوع طبعا قولي هم عاملين الرسمه ثلاثه، اسبوع واسبوعين مش هتفرق عشان كنا غايبين اسبوع واسبوعين. في ملك غايبه النهارده، واكيد برده مش هتبقى عشان هي ورقه ثانيه على الجروب ما عجبتنيش، فاكيد مش هتبقى حلوه. بنشوف عمروان، دارين، ايلين. مروان اول حاجه، بصراحه يا مروان ما عجبتنيش هي، بس الاول وريني الملزمه. هاتي يا يوسف الملزمه اللي قدامك اهي، هي اصلا الرسمه اهي. تاني هو عملها كده، ده مروان، دارين عملت هالي كده، نقطت وحبرت، اشتغلت احمر وازرق واسود زي بالظبط برضو عمر. دي دارين زي مروان، سوري زي مروان. وهنا طبعا الكتكوته الجميله ايلين الجميله، اشتغلت كده اهو، برده استخدمت تلات اقلام تحبير. وهي الرسمه انتوا شايفين بقى، انتوا التلاته شايفين مين فيكم رسم احلى من التاني، ايه احلى واحده فيكم؟ كل واحد يبص كده، انتي من وجهه نظرك قولي لي يا ايلين انهي واحده فيكم انتوا الثلاثه احلى؟ لا لازم تقولي لي حاجه، انت او اختك او مروان، لازم تقولي مين اكتر حد، لازم تقولي على رسمه حلو، لازم. انت قول ايه، عجبك دي اكتر؟ ماشي، قالت عجبها بتاعه دارين اكتر. انت عجبكي انهي واحده بتاعتهم احلى، او بتاعتك يعني ايه، بتاعتك او بتاعتهم؟ ها اختاري. مروان قال بتاعتك انت، كلهم حلوين، انتي عجبكي انهي؟ اكتر واحدة حساها قريبة من الرسمة، من الرسمة نفسها، انهي واحدة؟ دي؟ دي قريبة من الرسمة، ولا دي؟ ولا دي؟ دي اللي بقها راح في حتة تانية خالص. ها قولي لي رأيك، يلا يلا. بتاعتي ماشي كويس. وانتي هي قالت بتاعتها، ومروان قال بتاعتها برضو، بتاعت دارين. ايلين بقى بتاعتي، عجبتي بتاعتك ماشي. انا بقى اقول رايي بصراحه، اللي ياخد اول حد ياخد احلى رسمه فيكم بصراحه هي بتاعت دارين، عجباني جدا 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 جدا، قريبه كتير قوي من الحقيقه. وبعدين بعديها على طول بتاعت ايلين،
دي بعديها على طول. ايه اللي مش عاجبني في بتاعتك؟ مش الرسمه، لا التحبير. التحبير نفسه ما عجبنيش، كنا ممكن نعمل احلى من كده بكتير. تمام. وتالت حاجه هتبقى طبعا مروان، دي تالت حاجه. والرابعه طبعا هتبقى بتاعت ملك، اللي هحط صورتها في الفيديو هنا عشان تشوفوها، لان هي ما عجبتنيش خالص 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 بصراحه. تمام. فيلا كلنا جنب بعض بقى، انتوا الثلاثه جنب بعض كده شويه. يلا كلنا يا اولاد نسقف لدارين. دارين ممكن تبيني وشك؟ برافو عليكي.